السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتي واخواتي المتتبعين، كما صار العادة التذكير بتاريخ انجاز المحتوى، اليوم هو يوم السبت الموافق ل 31 اغشت 2024. اولا اود الاعتذار للمتتبعين ولسائر الاخوة عن تغيبات غير متعمدة، وهذه المرة كما السبب هو وفاة جدتي، اللهم ارحمها وارحم كافة أموات المسلمين واغفر لهم جهلهم وأسكنهم في ساحة جنتك. والمرجو من المشاهدين المارين أو المتتبعين أن يدعوا في باطن الغيب لجميع أموات المسلمين، الله يرحمهم ويسكنهم في ساحة جنته. نزولا لطلب الأصدقاء، فموضوع الحلقة اليوم سوف يتمحور حول الخلطة التي أقدم لحمام النفخ الإسباني، بما في ذلك الجرانادينو أو الرافينو والكاناريو القطيطان، جميع الحمام الذي لديه حنجرة كبيرة أو حويصلة كبيرة، هذاك لو جابون الحنجورة كنقولوا لها حنا المغاربة الحنجورة. إخوان كناخذ هنا 10 كيلو نتاع الذرة البيضاء أو الذرة العويجة كما يقال لها باللغة المصرية. الإخوان هنا كنكبو ديك 10 كيلو نتاع الذرة البيضاء، ونزيدو عاوتاني واحد 10 كيلو د الفارينة، نزيدو واحد نص كيلو د العدس، نزيدو عاوتاني كيلو ونص جلبانة، وكيلو ونص ضرب بوبكورن. الاخوان ضربوا بوبكورن راه باش زوينه نقيه، ما فيهاش الكحوليه، ما كتجمعش هنا لا بكتيريا لا السطح النص، ورقيقه ما كتخنقش الحمام في التاكيل. واعتقونا كنا قلنا التوكيل، انا كتب واحد الكومونتيرات الدراري الصغار، راه ملي كتهضر باللغه العربيه وانت تفكر بالدارجه المغربيه كيوقع هناك واحد التلاحم او الترابط او التضاد. ونزيدو واحد نص كيلو نتاع القزبرة، القزبرة حبوب، الإخوان هذا هو الميلونج ديالنا بعد ما خلطناه في مانيو، نزيدو عليه واحد كاس نتاع حبة السوداء السنوش، وهادي الشاردو ماري، معرفاش كيقولو باللغة العربية. ديال النبات من النبات الشوكية بحال الكاردي، ولكن هو كيكون أحسن من الكاردي. الطريقة تخلط راه ساهلة، كتبقى تلاقي جوج يدين كتدخلهم تحت البانيو من تحت كتقلب، تلاقي اليد مع اليد اليمنيين هاكو كتلاقصيهم، وحدة تطلع من هاد الشي وحدة من هاد الشي، كتحاول أنك متزلعش ولا تخدم شي بانيو كبير. كنعاود نعمرو هاد السطل، عمر غير النص ديالو هنا، وغادي نديرو مونوبور تاع كوك، ضرا معروف هذا معقم للحبوب، كانت فيها شي بكتيريا شي حاجة مهم اللي مكتكونش غاسل ضروري دير ولا شي معقم اخر تا هو سوق. دابا هاد المعلقة كتهز 5 د الغرام، هاد المعلقة كبيرة، دابا هنا 3 ودين 6، ودي نحركها في الارض غير ندورها باش الدور مزيان تحرك، نعاود نزيد داك النص ونزيد عاوتاني 3 نتاع معلقة اخرين ونحركها. دابا هكا غادي تجيني خفيفه غير النص نتاع، تنزيد النص الاخر ونحطو عاوتاني داكشي اللي بقى ونزيدو 3 د المعلقات هاد السيد البوديزا، وتحركوها مزيان حطوها الارض بحال اللي تبقاو تكوروها مره مره، قلبوها هكا ولا هكا. وبالنسبة لهاد مونو بروب خرا ملي كديرو مكتعطيهش للحمام حتى كدوز 24 ساعة، عادي بإمكانك أنك تعطيه للحمام. مثلا أنا راه باقي لي الميلونج هنا، هذا ما فيه لا مونو بروب لا والو، حيدتو من هاد الصطيلة قبل ما تهوى، ديما كنوجدو قبل بالنهار. الإخوان بعد ما كنساليو التحريك كنسدوه مزيان بإحكام ونخليوه كما قلنا نهار عادة نعطيوه للحمام، نهار ونص من الأفضل كاع دوز نهار ونص، وموسم قلش موفق للجميع.